السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وموضوع جديد ونعيده أيضا، هو الموضوع معاد عن المزرعة. ويانا اليوم منعم. مش طالع اليوم، طالع كأنك شنو هذي؟ كأنك أرنولد اليوم طالع. شو شوف عليه بعلم عليه صدق كأنك أرنولد. يعني رياضي من صدق. ايه يلا نحكي عن المزرعة. عندك أسئلة؟ شنو بعد ما يريد هي؟ ونبدي لكم بالمزرعة من البداية، من الباب مالتها. هذا المدخل مالتها وهاي المزرعة، وفاض المي لازم نسده. نغلق المي ونشرح لكم. نسيت المي مفتوح، شو صار فيضان. يلا دنيا صيف مو مشكلة. منعم لا تسوي. بعدها ما لاحق. هاي ريحة الأوراق كلش طيبة. هاي ريحة الطماطة، الزرع الشتلة مال الطماطة طيبة تصير ريحتها. والله عبالك من هالريحة. اي ريحتها طيبة صحيح. يلا تعال نشرح من البداية. هاي البامية. تعال نشرح منك من البداية نبدي. يلا مشنا. هذا المي فاض مثل ما وضحنا احنا بالفيديوهات السابقة. هاي بدايتها وهاي الارض اللي اصلحناها. هاي الارض من هنا للاخير تم استصلاحها. شلون استصلاحها؟ نخلنا التراب، طلعنا من عند الحجر. هذا هاي الارضية وسوينا لها هاي الاخشاب هنا هالشكل حتى نقدر نزرع به. وبالفعل زرعنا به. عندنا ذني شتلات مال باذنجان، ذني حب مال باذنجان اني زارعه بهذني الاحواض شويه كبر، وبعدين جبته خليته هنا. هذا باذنجان، هذا اول شيء. تمام منعم؟ اي صح. اي هذا هنا ايش زرعنا؟ زرعت هنا خيار قثاء، خيار عطروزي طعروزي ما ادري شو يسمونه. المهم هو هذا خيار القثاء هنا. هذا اللاينين خيار قثاء الحد. هذا اللاين يعني هذا اللاين مو بعض الاشخاص هنا اصدقائنا من دول عربيه هوايه يعني قالوا لي ما نعرف ايش تحكي انت، يعني ما كلامك ما نعرفه. وايضا اكو من افريقيا هم يعني احد الاصدقاء انتقدني قال لي ما افهم انت شو تقول. فالمهم هنا هذا اللاين الثاني زرعناه ايضا خيار قثاء، وهنا زرعنا لوبيا. هذا الغطاء الابيض لوبيا، وهذا ايضا زرعناه لوبيا. نكمل وياكم. تمام منعم؟ هذا ايضا زرعناه لوبيا. هاي الحاويه هنا او اللاين، هي حاويه محاوله تحوي التراب. هاي ايضا زرعناها لوبيا. هاي قاع ما تاكلها لوبيا. ايه ايضا هذا لوبيا. هذا هم لوبيا. هذا هم لوبيا. طلعت هاي. وايضا هذا لوبيا. هذا اخر شيء طبعا زرعناه. هذا اللوبيا اخر شيء زرعناه. اما الزراعات القديمه اقدم زراعه عندنا هي، فهي هنا اقدم زراعه. شلون نسيت المي يعني هيك صار. هاي اقدم شتله كانت عندنا، الشتلات اللي زرعناها حب. هاي الباميه على وشك ان تزهر، يعني هاي الباميه على وشك ان تزهر بهيك عمر، يعني من يكون عمرها بهذا العمر. نصيحة دائما من الفلاحين يقولون لازم انت تعطشها، يعني توقف السقي الماء عنها فتتركها حتى تعطش. الحقيقة منه هيك يعني الأيام المقبلة أنا راح أتركها بدون مي حتى تزهر. ورا ما تزهر هي راح تطلع البامية الثمر مالتها، وراها راح نسقيها ونشمدها.
هاي اقدم شيء عندنا. والجو حار هاي تيبس اذا بيجي جو جونك هي حار. تحبيها ما تحب المي، الباميه ما تحب المي، الباميه ما تحب المي. نجي على شيء اخر، هذا سلق زرعته، سلق إيه؟ السلق بما انه الدنيا حاره ما اظن راح يخضر، ما اظن راح يصير. زرعنا وراها النوب، هذا الباميه ايضا، هاي همين الحاويه همين بها باميه، هاي من اقل عمر من هذاك الزرع مالتنا، هذا كليته طبعا حب انا زرعته ايضا، نحاول نسقيه ونعطشه، ويعني يقولون الباني انه ما تحب مي هوايه، لازم ما نسقيها هوايه. هنا عندنا الفلفل، الفلفل اذا تذكرون اشتريناه شتلات وطلع فلفل، يعني هسه فلفل بيه موجود، هذا فلفل، هذا كم وحده هنا أنا احد الاصدقاء انطاني اياه شتلات لاني حار، هذا فلفل حار. هنا أنا هذا الفلفل البارد مثل ما تلاحظون، هذا الفلفل البارد، هذا هنا أنا اكبر فلفل هاي عندنا، وقليل المفروض اني ازرعه هوايه، لكنه واني كنت اشتغل مثل ما تعرفون، كنت اشتغل بالسياج، كنت حاير اسوي سياج واعدل القاع وكذا، فقلت خل استغلها فرصه، ليش انا اكمل وبعد شهر يلا خل ازرع هسه، مو مشكله. الارض ما استصلحناها تمام، هاي الارض اللي هنا كان المفروض هاي الارض تستصلح يعني احسن، لازم تتعدل وتتسمد اكثر، يلا بس المهم زرعت انا بها هاي الـ الفلفل، وطلع عندي الفلفل وهسه محمل مثل ما تشوفونه، الفلفل هذا كليته فلفل، هذا ايضا بيها اثنين، اكبر فلفلايه بيهن، اكبر فلفلايه بيهن هي هاي، واصغر فلفلايه هي حامله هاي. وين اكبر؟ هي اكبر فلفلايه هاي اعلى وحده بيهن، اعلى بس اي اعلى وحده بيهن، بس ما بيها فلفل، وذيك صغيره بيها فلفل اكبر، وهاي اصغر وحده بيهن بيها فلفلايه كلش كبيره، شوفوها كباري هاي يمينه، هاي يمينه ما اعرف يعني الفلفلاني ما زرع ابد بحياتي. شوف هلا روح لها منك، شوف طلعاك اكثر من وحده، هي اكثر من وحده اي واوها هاي يعني، شوف كم وحده راح تطلع تطلع اي هاي هوايه بيها هوايه بيها هوايه بيها هوايه بيها بيها ورد وبيها مقطع هاي؟ لا 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 بعد بعدها ورد حلو والله، الزرع من يطلع كلش اي يعني هسه مو موسم واحد، يعني هسه مو موسم مال زراعه، لكنه احنا قدرنا نزرع وقدرنا نطلع انتاج ولو انتاج بسيط، يعني يدوب هذا كفي للبيت مو للتجاره، وهو اصلا انا يعني ما يعني من سويت المزرعه ما سويتها للتجاره، يعني ما اريد اتعب نفسي، فهو للبيت. فحاليا هذا الانتاج طلعناه وبهيك وقت بظروف حاره، دنيا صيف، هذا شهر الثامن، أيوة. الثامن يعني صعب انه انت تقدر تزرع به الا بعض المحاصيل، يعني بعض بعض الزراعه يعني فد اشياء بسيطه تقدر تزرع به، مو مثل الشتاء او الربيع. فعندنا بالشتاء مثلا نقدر نزرع اكو اشياء سريعه تصير، هي الخضروات، الرشاد والكرفس والريحان والغيره من هالاشياء هاي، والكراث، هذني ممكن انه بسرعه نقدر يعني نحصل على ناتج من عندهن. اما هسه الظروف صعبه بالصيف، مو كل شيء ينزرع، فقط اكو اشياء محدوده هي تنزرع، وايضا ما استصلحنا الارض. هسه انا هذا المكان اللي دا تشوفونه انتم، هذا اللي زرعنا به لوبيا، وزرعنا هناك خيار ويا السياج مال الحديقه، هناك خيار، هذا انا مستصلحها الارض، فاني متاكد انه راح تنطي ثمر ممتاز ان شاء الله. الثمر مالتها راح يكون يختلف عن ما انطتنا هنا هذا الثمر. اي والله خوش الطلعه هاي الفلفل، كيفت علي بيش اللي يقول لي من طلعه شنو؟ لا ذيك ما لا لا ما زارعها ذيك لا زرعتها. من كيف طلعت؟ عندي ثلاث حاويات طبعا، انا لحد الان ما زارعهم، هاي الحاويه هاي وحده اثنين وهاي الثالثه، لاني ما يعني انا ما استصلحتهن ولا زرعتهن. هاي طماطم طلعه اي هاي كانت اكو شتله مال طماطه طلعت ووقفتها هنا، وايضا هي محمله ست طماطه من هاي الزغار، اتصور من هذا الزغار هاي انا سمدتها ووقفتها هالشكل، وبعض
بعض الاغصان الزايده شلتها من عندها، فدا تشوفون انه هي ايش قد حامله يعني. هاي مو كل طماطه تحمل هالشكل، بس انا عرفت شلون يعني اسوي لها هالشكل اخليها تحمل. باو ايش قد حامله باو باع عناقيد. أيوه. عناقيد هذيك وحده صايره صفره ذيك هناك جوا. الله أيوه. هذيك وحده صايره صفره يعني راح تلحق. أيوه. لان انا سقيتها وسمدتها. وايضا هاي اذا تشوفون هاي مثل هاي الاغصان هاي زايده لازم تتقطع تنذب. فاني دائما اشيل الاغصان الزايده كسرها هاي. أيوه. هذا الاخ اللي ما استصلحناه. هذا شنو هذا؟ ما استصلحته هذا. ما استصلحت هذا اتغال يعني منه. ابو سمدنا تذكر من قلبنا؟ لا قلبت هذيك انت. هذيك اللي زرعناها لوبيا. هاي لوبيا زرعناها. اذا تلاحظ هنا اللوبيا اللي زرعتها على شكل خطين في منتصف الحاوية. ليش خطين ومنتصف الحاوية؟ لان عندي هذا السيم اذا تلاحظونه، هذا السيم اللي عندي هذا بالارض، هذا ممكن اوقفه هنا من الجانب اسويه مثل القبه على فوق اللوبيا، وممكن اللوبيا تسلق عليها. اما الخيار واللوبيا اللي زرعتهن هنا، فانا اختاريت هذا المكان لانه هنا اكو سياج مثل ما تشوفون. هذا سياج، هذا اللي ظلي عليه، وهذا السياج ايضا الثاني، وهذا ايضا سياج اللي فوق. فهنا ممكن تسلق كل الخضروات اللي هي تتسلق. الخيار القثاء يحب يتسلق فممكن يتسلق هنا، وايضا هناك بالامام اللوبيا ممكن تتسلق، راح تتسلق ويا الاشجار ان شاء الله. يعني خلال شهر او شهرين راح يصير غير شكل المزرعه، مو مثل ما هسه دا تبين، لانه تعبت الحقيقه. انا كلش تعبت بيها، وعندي اي هي تحب ما تحب المي البامي. مو كامله ما تحب مي، ما تحب. انا البارحه ساقيها هاي بس من فوق شويه تشيل التراب يطلع مبلل. والله الفكره اللي عندي منعم، تعرف شنو هي الفكره اللي عندي؟ الفكره اللي عندي انه هاي اسقفها كليته. شوف هسه هذاك من انا، هذا انا سقفته يعني، هذا عندي. شوفه هذا عندي، وعندي بعد من عنده لفه، واقدر اشتري بعد عندي اكو من عنده، وعندي هناك من اكو من غير نوعيات. هذا ممكن اسقفه من فوق. هوايه من الاصدقاء قالوا ابو جعفر سقفها يعني حتى تخلص انت من الحيوانات اللي تجي تاكل المحاصيل الزراعيه، لانه السنجاب هنا يجي يدخل ويدخل الارنب من الجوانب. أنا متأكد جوانب الحديقة كليتها صارت محمية، الجوانب مال الحديقة كلها صارت محمية أبد، يعني ما ممكن يجي يدخل عليها السنجاب أو أرنب. كان وصلتها بعد اليغاز، كان شديتها حتى تتمطر منك شيء. فعندي وحدة الأخو وياها أريد أشدها، ويقصد على هاي منعم إنه هي، يقصد هاي ما مشدودة صحيح. أنا ما يعني شديتها وقتي، عندي وحدة أخرى أشدها وياها، وبعد أكو بعد أكو من أكمل فد نوب. عندي أعمدة، ممكن الأعمدة أربطهن هنا بهذا، إذا تلاحظون بهذا العمود هنا بهالشكل يرفع لهذا الحبل اللي فوق، راح ترفع كليتها. عندي مجموعة أخشاب خليتهن هناك بالزوية، إذا تتذكرون أحد الأشخاص اللي متبرع بيهن على الفيسبوك، ورحت أنا جبتهن من عنده. لا تزال عندي مجموعة أخشاب هنا أنا ما مستخدمها ورا ذيك الحاوية، آخر حاوية. فممكن هذن الأخشاب أوقفن شلون هسه هاي واقفة هاي الأعمدة هالشكل، وممكن هو راح يرتشي عليها السياج، بس هذا بعد ما أكمله يعني بعد أشتغل بيه. عندي هذن اثنين مثل ما تلاحظون، هذن اثنين هنا، هذا ثقيل، هذا ثقيل، هذا ما أقدر أوقفه فوق، بس هذا ممكن يوقف فوق، وهذا أيضا ممكن أوقفه فوق من هذا النوعية. هم أنا عندي هذا، عندي من عنده، عندي شوفون هناك موجود أكو من عنده، وبعد أكو عندي من عنده، وأقدر أشتري من عنده، أنا مو غالي هذا. فاللي يراد لها وقت وشوية شوية أنا أقدر، يعني أقدر كل شيء أسوي. نقدر هالسمز بها؟ لا عندك شيء بعد بيج؟ لا غير وقت قطعة. غير وقت ما عندنا شيء ليه؟ والله السمز مدام أنا وياك بيها. لا بدنا نصور هسه نرشها وهيك بس نشوفهم. اقول لك تتذكر قبل ما تجي الغسالات تعال كنا نشر هدوم بالسطح؟ ايه
وإذا مسافة طويلة الحبل ينزل يحطه بين نص عمود بالضبط. هو هسه نفس الشيء أنا راح أسوي. إيه. تعال حتى بدون شد يعني. تعال توقف عمود. تعال يمي خلي أشوفك. حلوة هاي الساحة بقت نظيفة إذا تذكرون أبو رحيق نظفها. طب وياي هنا هاي الأرض كلها أنا صلحتها، ما كانت هالشكل، كان ما تقدر تطب وتهنا تمشي، مستحيل واحد. هذا كليته نظفته، طلعت الصخر والحجر، وهاي الرمان اللي هنا سقيتها، بيشوفون شلون صار بيها رمان، او هي كان بيها رمان بس انا سقيتها يعني. حلو فتشي حلو هنا فيها وخديلها سماد. اي هذا كليته انا نظفته وعدلته، هذا مو فتشي سهل يعني، هذا مو حكي، مو ايه يعني منعم انت تقول جيب الحاروثة وحطها هنا وخل تحرث هنا، كل صخرة ايه الكبرها يبون نظفتها. ايه فصخر وغيره ما كنت تشتغل عليه هاي الحاروثة، هاي الحاروثة راد تراب فقط، مو بالحجر تشتغل ولا بتشتغل بهاي الاشجار. هاي الاشجار شنو هاي شو شيلها؟ تعرف انت هنا كم شجرة كانت اكو بهذا المكان منا اللي جاي؟ اي والله ما بجينا هذا كلها اول مرة، مثل هاي الاشجار ما تقدر توصل اللي جاي. هذا كله تاني قصيته وذبيته اللي غاب، وبعدني دا اشتغل بيها، وهاي الارض ممكن نستفاد من عندها، حتى لو ما نستفاد من عندها تكون نظيفه. وشوفوا منا انا مدينه الكاهون شلون تبين حلوه، ما ادري تبين ولا لا. هاي التلال والجبال ايه بالليل كلها تصير اضويه تزهي. خلينا نسوي لها زوم، شوفوا هاي منا انا تبين نبات. أنا بالليل أتأخر هنا أشوف هالهاية كليتها، هاي مدينة الكاهون أضوية مشتعلة كلش حلوة. أبو جعفر يمكن هاي نوعيتها مش بعض الأصدقاء هنا يعيشون بالكاهون وحبوا يعني شافوا الفيديوهات مالتي وشافوا المزرعة ورادوا يعرفون عن المزرعة. فأنت إذا تحب تريد تأجر منا هنا مكان أو تشتري أو كذا، ممكن تتصل بي على الانستغرام، اترك لي رسالة وأنا أتواصل وياك. شيء آخر تقوله، كل الأشخاص اللي عندهم هنا بسان دياغو، عندهم يعني هنا بسان دياغو مدينة الكاهون اللي إحنا بيها، عندهم أعمال تجارية خاصة بهم سواء بالبيت أو خارج البيت، مهما تكون العمل مالهم ويحبون يسوون له اعلان، بما انه الناس يعني مو احمد لكم نفسي، بس اكو كم شخص يعرفني انا على قد حالي مدينة الكاهون وسان دياغو، فممكن اسوي له اعلان مجاني، ما اخذ من عنده ولا فلس، نسوي له اعلان حتى ندعمه وندعم العمل ماله، سواء عمله كان داخل البيت او خارج البيت، مطعم، اسواق، عنده مهما يكون العمل ماله. تمام، والاعلان ايضا مثل ما قلت لكم مجاني، وهاي دعوه لكل الاشخاص اللي يعرفوني، لانه انا بصراحه تفاجأت انه هواي اشخاص تكلموا وياي او بالتعليقات او من خلال يعني عرفت انه هم هنا ساكنين، يسكنون هنا مدينه الكاهون او بسان دياغو، ويحبون يطلعون وياي بالفيديوهات. جدا سعيد اني نتعرف عليهم ونخلي المشاهدين والمتابعين ايضا هم هنا يتعرفون عليهم، وهاي فرصة حتى نكون عائلة كبيرة هنا بمدينة الكاهون. شنو هاي؟ ما زارع عن هنا. شنو بعد هاي انت؟ هذن البيتنجانات والتينة. هاي مدي وقع، هذا التينة مدي وقع. ايه هاي التينة توها سويناها جبناها هنا. هذا هذا لازم نرشه ونرش هذاك اللوبيا والخيار. مرشوش هذا كنا. اللوبيا والخيار. يلا سوي. ذيك الصوندة يمك. مشمس بعينك وراح افتح لك المي. لا موش ها قد انت بياهو تريد ليش شكو مغطى رشه منك 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 فوت منك منك اي اي رش عيني رش شر الرش هذي كمينه ويا الحائط منك ويا السياج اي هذا انا شبعها اي دواية لا بعد شلون هاي هي جاي اقول لك اي مشبعها اي يا رشاد من هذا الحار زرع لنا والله رشاد مو هذا زرعته هنا وطلع الموسم مو ماله يعني والوقت مو اله
فمثل ما تشوف طلع راسا شيب، راسا بزر طلع هذا اللي البزر ذي. هاي الحفرة ما ادري شنو هو. اي هذا هناك جيراننا، هذا سنجاب جيراننا هناك. مو سنجاب، لا مو سنجاب، ايوه خارج هناك هذيك الحفره مالته. اي جا هناك. المهم هو هنا ما يدخل باو، حس اذا تلاحظ الفتحات مال الحديقه داير حبيل. اي كلها كلها مغلقه، ابدا ما قدر يدخل شيء، لا فد شيء حافر ولا ابد ما حافرين. هاي بعد زرعتين؟ لا هاي حجر، ما هاي هناك مو ارض ترابيه، يقصد منعم يقصد هاي هنا انا بهالصفحه هاي. اي الركن هاي هنا، هاي الارض لا صبابه من هناك اكو صبه يعني ما اعرف شنو كانت، بس هذا لا هذا زرع، هذا زرعنا. شنو مزروع هنا منعم؟ لوبيا. زرعت اللوبيا وعودت. انت واثق من لوبيا؟ اكيد تك المفضله هي اللوبيا. لا شو ازرع تاكينه؟ هو الموسم هسه هو هذا يزرعونه. شنو شو يزرعون؟ زرع الموسم. خضروات الدنيا كلها ما تصير، ما تصير غير هذني هن هذني، هاي الموسم موسم ما زراعه. هاي ما مو يمك هذا مو زرعته سلك ذاك. اي يعني ماكو ما طلع؟ لا ما يزرع. ما بالبيت طلع مو؟ صار له فتره طويله وما طلع، بالبيت طلع عندي لانه بالبيت انا زارعه. في عالية في جو الاشجار زرعته. صار هم سوي له في ما يسوى، يسوي له ما يسوى، ما يسوى ما يسوى للبيت على الاقل للبيت و ما يسوى اسوي له مظله يعني ما يسوى التعب يعني. لا والله غالي هي كلها فتره من الزمن، فتره قليله يعني بعد اشهر راح شويه يستعدل الجو. شوف البانية شلونها تخبل، لا طيب شيء البانية، احلى شيء البانية. بانية اذا تحمل عندنا جدا ممتازة. اقول لك اريد اول شتلة لي. ما ليش؟ الطبخة. بانية؟ بانية. تستاهل ليش؟ هاي هيك ناعمة ماكو اصابع مال عروس. اي تستاهل. بحيث انت تجي تقطعها بيدك. اي بخالي او هاي تشوك. اي حتى تصير طيبة. ما خضر. ها كافي؟ اي لا مخضر باوي شوف. اي هذا كليته مخضر. اي كافي مو؟ كافي. هسه هاي. هاي هاي. هاي؟ اي. هاي هاي بس ما اريدك تحفر القاع، كون هيك شيء. لا هيك شيء، هيك شيء لا اسوي. اي تريد اقلل الماء؟ من هاي المرشة لا اكو من هاي المرشة. ان شاء الله ان شاء الله بس اقدر اقلل الماء يعني تريد. لا لا خليه عادي. هاي اللوبيا. اللوبيا اللوبيا اموت على اللوبيا يعني. انت اكلتك مفضلا مبين لوبيا. والله انت شايف الخيار هذا مال مال شو اسمه؟ قثاء، خيار القثاء. ايه عطروزي احنا نسميه. ايه طعروزي، عطروزي، اشكال يسمونه. هذا كلش طيب خاصة إذا هنا. لو ترعوزي لو تعروزي. وأورجانيك يعني راح يصير الأسمدة مالته كلها حيوانية، مخلفات الحيوان ما خليت كيمياوي. هاي هذا أغلى يطلع. ايه. منعم انا عندي هنا أنا هاي بهاي الحاويه عندي إيه؟ عندي اثنين ثلاثه ذني ثلاثه هروش مال الباميه ذني ثلاثه ثني لك شي طلعن لك اخاف قاعه طبخه قاعه طبخه هاي يعني ما حد يمد ايده عليها اي ماكو احد اليوم اقرا تعليقات على الفيديوهات مالتنا احد الاشخاص يعني يتوسد ابو جعفر الله يخليك الله يخليك فيديو على المزرعه مو ذاك اليوم فيديو على المزرعه ما يعني ما بيها فرق غير يكون مثلا تفرق لما اريد مثلا اجي اصور لكم القى ثمار القى شيء يعني هسه هذا الفيديو شويه بيفرق عن ذاك الفيديو القديم يكيفون على ايه شغلات الزراعه ايه هم كريتهم فلاحين بالعراق اي أني صار فترة مثل ما تعرفون أجيب البايسكل جدا مريح البايسكل فشي روعة يعني أول شيء أدخل قبال وسهل ولا تصرف بنزين ولا غيرها وأيضا هو رياضة
تعرف تضرب بايدر وياها من هناك لغات؟ هذه قلص راح وياك تقلصني. ها تقعد هنا؟ ايه حلو والله. وجايب حتى ما الليل تلبسها بدله؟ اكيد هاي كلش ضروري، يعني سويت عليها فيديو وشرحت عنها. هذا اللباس جدا ضروري تلبسه انت، هذا يشتعل. وخوذه ايضا تحافظ على راسك. السرعه مالته 20 ميل البايسيكل، 20 ميل يمشي بالساعه. وبمكاين ممكن تضرب انت بايدر وتقلل من استهلاك البطاريه. وهذا السويتش ماله، هذا السويتش ايضا هنا ماله. هذا اذا تذكرون جعفر جاب لي اياه هديه اول ما قعدنا هنا. اقول لك هذا شنو؟ هذا قفل ممكن تفتحه وتقفل بيه البايسيكل باي مكان. عندك شيء لو ننهي الفيديو؟ ايه هاي اريد سلامتكم يا ابي. دقيقه ولهنا انا وصلنا لنهايه الفيديو. تحياتنا لكم ومع الف سلامه. تحب تقول شيء؟ مع السلامه. تحب تسلم على اهلك؟ احب اسلم على اهلي، اهلنا بالعراق وبالعالم كله. ايه ان شاء الله العراقيين نسلم عليهم. ما شاء الله اليوم انت زين مشيتك، يعني ظهرك زين. ايه ان شاء الله زين. احسن ان شاء الله. احسن. تحياتنا لكم مع الف سلامه. مع السلامه.